مرفوض. ساعة التحرير 13/4 كالعادة، الشباب معتصمين بالخيم واحنا دا نحضر لهم الغداء. يوم الغداء مرقة عدس وتمن بسمتي وخلي ياكلون. نقول لهم اقول لكم كاتب احنا شفناكم جبناء وانزال وحرامين، بس سووا لها حد وطلعوا هسه احنا ندري بيكم، شي تستغلوا وشي مكلبه وشي ما ادري شلون، ان شاء الله بينكم كودكم بينكم، احنا سلميه وهاي ويلاتنا كلها راحت شهداء. والعراق 500 سنه متى حضرتكم منين؟ عفية عليش، من جابكم انتم؟ من جابكم غير اليهود وجابتكم هنا؟ من ايران لليهود لاسرائيل. الله عليكم. صحيح يا لولا، الله يبارك فيك. احنا عراقيين جيل جيل حرة، والنعم منك، والنعم. طلعوا يا كلاب ويا اخوة الشيطان، حربنا لا تجاوز زاهد مزيران. احنا دلمون ندافع عن الاوطان، ولو من عدنا تأذينا، شكو برضه العراق مسلب ترهابه، ترامي يريد لطلابه، هذول احنا العراقيين. والنعم جيل حرة، والنعم والله، والنعم. ما ندق باب واللي ضدنا ندفنا بترابه، والله نقص راسه وراسه، والله نقص راسه وراسه. درمنا سباع من ثورة العشرين، وولدنا من الفشك بيهم يا شيخ، شينا لي علي وكان نستردين، ويانا للجنان نريد تطبي، وياك وياك يا مدلل معه فنك، اطب عليك للجنة وابو سنك، واقول لك ويا تاج الراس يا معتبر، بطل ما ايست منك، ويا دار اسم الله لتلولا، يا دار اسم الله. زين يطلعون زول ان شاء الله، ان شاء الله زول يطلعون. لازم سنة وشيعة كنا اخوان رقما على الامريكان، واخوان سنة وشيعة، وهذا الوطن ما نبيعه. فدوى الحلقك، حجية بارك بيك، الله يحفظك. هسه ارجع لك ان شاء الله. طيب الله اوقاتكم اعزائي المشاهدين بكل خير، واهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم ورسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. خلونا نبدي من أخبار النشطاء والمتظاهرين العراقيين، حيث أطلق ناشطون ومتظاهرون عراقيون في بغداد ومدن جنوب العراق حملة واسعة، طبعا كانت بدايتها وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعان ما انتقلت إلى الميادين وساحات التظاهر عبر يافطات وصور كتب عليها راجعين بعد الحظر ومليونية بعد كورونا، في إشارة منهم إلى معاودة التظاهرات العراقية لفعالياتها مجددا بعد تطويق حظر انتشار فيروس كورونا في البلاد. وكما شفنا في البداية أن هناك العشرات من المعتصمين والمتظاهرين ما زالوا يرابطون في خيم الاعتصام، إن كان في ساحة التحرير في بغداد أو الساحات الأخرى في المحافظات العراقية الأخرى، للتأكيد على استمرارهم بمطالبهم المشروعة. طبعا هناك أماكن كثيرة مثل الناصرية، كربلاء والبصرة، كذلك قرر المتظاهرون منذ أسابيع تولي مهمة حماية أنفسهم وأسرهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا. احنا نشوف مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيف يقوم هؤلاء المعتصمون والمتظاهرون بتعقيم وتعفير الخيم، وكذلك التوعية بهذا خطر هذا الفيروس، ونشر يعني حملات توعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للأسر العراقية لحماية أنفسهم وعوائلهم وأطفالهم. طبعا الحملة الجديدة تتضمن دعوات استعداد لإعادة التظاهرات مجددا، كما نشر تقرير أو صحيفة العربي الجديد نشرت تقرير حول هذا الموضوع، جاء فيه بأن الحملة الجديدة تتضمن دعوات للاستعداد لإعادة التظاهرات مجددا وتوسعة رقعتها بعدما أسماه ناشطون تراجع أحزاب السلطة عن وعودها بالإصلاح واستمرار التقاسم الطائفي والحزبي في الحكومة ومؤسسات الدولة. يعني اليوم يجري الحديث بعد اختيار مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة الجديدة، هناك حديث وكذلك يعني يعود مرة جديدة
الصراع بين الكتل السياسية على تقاسم الوزارات الحكومية. هناك معلومات صحفية تتحدث عن أن مصطفى الكاظمي أذعن ووافق على تكون الحكومة كالحكومات السابقة، لا يعني خلاف عليها بين الكتل السياسية، تتقاسم الكتل الكبيرة والأحزاب السياسية الوزارات في هذه التشكيلة الوزارية، وهذا ما يرفضه المتظاهرون والمعتصمون في ساحات التظاهر. طبعا أكد المتظاهرون والمعتصمون في هذه الحملة إن كان على مواقع التواصل الاجتماعي أو في ساحات التظاهر بأن الحكومة السابقة والوزراء متهمون بقتل المتظاهرين. أكدوا على أن الشهداء وصل أعدادهم إلى أكثر من 700 شهيد، وبأن الجرحى وصل أعدادهم إلى أكثر من 30,000 جريح. أكدوا بأن هذه الدماء لا يمكن نسيانها من قبل المتظاهرين والمعتصمين ومن قبل العراقيين، ولهذا يعني يؤكدون بأن التظاهرات سوف تعود من جديد وبقوة، وهم مستمرون مثل ما شفنا قبل قليل في بداية البرنامج كيف أنهم متواجدون في ساحة التحرير، لكنهم يؤكدون بأن التظاهرات سوف تعاد مرة أخرى وبقوة بعد انتهاء فيروس كورونا. معنا اتصال أم علي من بغداد، تفضلي أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. ألو. نعم أم علي تفضلي. عن موضوع الحلقة على الحكومة، تشكيل الحكومة. نعم تفضلي. أي هو يعني يريدون يشكلون حكومة جديدة، هي كلها نفس الشيء، مثلا ايش راح يغيرون؟ راح يجيبون واحد يخلوه، راح يفرج عن المعتقلين الأبرياء؟ لو راح يرجع العوائل يعني ايش راح يسوي؟ مثلا هسه عندك المعتقلين كلهم ظلمهم وحكمهم كله ظلم. كل ظلم، هذا يشدون عيونهم ويوقعون، يشدون عيونهم ويوقعونهم على شيء هم ما مسوي، بحيث حتى من نروح نواجههم يقولون شنو دعوتنا، على شنو حكمونا. نعم. ايش راح يسوي مثل اذا هسه خلى مريض جديد؟ كل شو ما يسوي حاله حال الباقي، يبوق ويمشي، ياخذ حقه ويمشي، نفس الشيء. حاله نعم. حال الراحم. يعني برايك ما راح يصير اي تغيير؟ لا أبد، ما يصير أي شيء، كلهم نفس الشيء، يجي يبوق ويمشي، كل شيء ما يسوي. راح يمر حتى راح يفرج عن معتقل، خلي يفرج عن هالمعتقلين انطعفوا عام. نعم. المعتقلين المظلومين والله حكموه الظلم، الله وكيلك كله ظلم ظلم، شتموا عيونهم وقعوهم على شيء هم ما مسوي وحكموهم الإعدام والمقتل. يعني هاي وين يروح عن خطيئتهم؟ وين يروح عن خطيئتهم؟ الله يعين. خليهم تعفوا عام، يفرج عن المعتقلين، تعفوا ظلم حتى الله يضحك عليهم، شوف الله سوى بيهم. نعم. أنا أشكر أم علي من بغداد كانت معنا. أبو زكريا من كركوك، تفضل أبو زكريا. الله أكبر يا محمد. عمر وياك، تفضل. نعم. وترحم على الشهداء العراق من الظاهرين والشباب وعز وجل رب العالمين. أنا أشبه شباب العراق من المتظاهرين بحدث، أنا ما أعرف حلقتكم عليك شون أبو زكريا، بس حلقتكم عليك يا أبني عزيز. أبو زكريا عيد الكلام، ماذا أفهم عليك آخر عبارة؟ بس أدري آخر عبارة عليك، حلقتكم على شنو؟ حلقتنا تحدثنا بالبداية بأنه المعتصمون المعتصمين المتظاهرين يأكدون بأن التظاهرات راح تنعاد مرة أخرى، وبأن تشكيلة حكومة مصطفى الكاظمي لا تختلف عن الحكومات السابقة. الجماعة اتفقوا على تكون الوزارات مقسمة بين الأحزاب والكتل السياسية، يعني محاصصة طائفية كالعادة. رحم الله والديك، رحم الله والديك. مصطفى الكاظمي ماكو فرق ويا ذلك الحكومات السبقونا الباقونا الحرامية أبني مصطفى أبني عمر. نعم. والله العظيم والله العظيم راح يصير عليهم هزمة من
من متظاهرين العراقيين سنة وشيعة والكرد والأرمن واليزيد لا يجيحوهم حتى من منطقة الخضراء الكافرة الباغونة 17 سنة خلصنا جوعانين خلوا أطفالنا جوعانين باغونة حرامية باسم الدين يا عمر والله العظيم ما حد ما يحمهم إلا بالزمن اللي بوهم بالزمن اللي بوهم ابن عمر والله لا تبع عليك رب العالمين عليك أمك وأبوك لا تبع خاف عليها أن تنمعهم بالقرآن الكريم بالقرآن الكريم هذا المتواريد هم أولادنا. نعم أنا أشكرك أبو زكريا كان معنا من كركوك. طبعا عضو اتحاد الطلبة في جامعة بغداد وهو يسار جليل وهو أحد المعتصمين في ساحة التحرير يعني قال بأن أدوار المحتجين اختلفت بعد انتشار فيروس كورونا في العراق ولم يعد من الضروري أن يتواجد كل المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد مثلا إنما يبقى عدد يحمي الخيام كما قال من القوات الأمنية وعناصر الميليشيات فيما يتكلف الآخرون بالقيام بحملات إعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من منازلهم وهذا ما تم الاتفاق عليه مع بدء قرار حظر التجوال. طبعا بيّن جليل لصحيفة العربية الجديد بأن المتظاهرين عازمون على العودة مرة أخرى إلى ساحات التظاهر والاعتصام لا سيما وأن السلطات لم تنفذ أي مطلب من مطالب المحتجين والمتظاهرين ولا تزال مستمرة في طرق التحاصص على المناصب وإدارة الدولة بواسطة مجموعة من الأحزاب والميليشيات المتورطة في سرقة وقتل العراقيين. الناشط في تظاهرات الناصرية جنوبي العراق أحمد عباس كذلك تحدث وقال بأن عودتهم حتمية إلى الشارع وأضاف بأن التحشيد مستمر وحاليا هناك حلقات ومجموعات تواصل ونحن نحاول إعادة ترتيب صف الشارع العراقي مجددا ونستعد لانتفاضة ترعب الفاسدين كما قال والطائفيين وعملاء السفارتين الأمريكية والإيرانية واعتبر بأن قدر العراقيين هذه المرة أن يكون التغيير من بينهم لا من جهة خارجية. طبعا عاد النشطاء والمتظاهرون يعني كتابة وترديد العبارات التي جاءت في بداية ثورة تشرين واستمرت مثل نريد وطن وكذلك رفعوا شعارات كما تحدثنا بأنه سوف تعاد التظاهرات مرة أخرى بعد أزمة كورونا ومثل الموعد بعد فيروس كورونا ويعني مثل ما أشرنا بأنه هناك حملة توعية وحملة تعقيم وتعفير للخيم وكذلك حملات توعية للأسر من قبل الناشطين لتجنب فيروس كورونا. ناشط آخر في التظاهرات يعني كتب على حسابه في فيسبوك أشار به وهو أمير محمد قال بأن أين أبناء العراق وأين رجال العراق من هذه التفاهات السياسية والتحكم الخارجي والداخلي من أناس لا يمثلون أو لا يمتون إلى الشعب العراقي بصلة لا من قريب ولا من بعيد فهم مجرد كما وصفهم مراهقين في السياسة يعملون وينفذون أجندات خارجية لإيران وللولايات المتحدة الأمريكية وأكد بعودة التظاهرات بعد الحظر. خلونا نشوف مقطع اليوم تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهو قيام ميليشيا النجباء المدعومة من إيران بحملة تفتيش ومصادرة لممتلكات البدو الرحل على الحدود العراقية السعودية. نشوف المقطع ونرجع لكم. والله مو انا عمك ليش دامي اطلع قالوا جيش وياخذ سلاح وما ادري شنو
خوف آري آري آه الوالد هذا ما يدري وين الشوارع والله العظيم ما له إلا شاجور يمكن واحد وفارق اي وين وين والله العظيم تعال دور اطلع لكم اياه يلا طلع بس والله غاري آري حتى الوالد ما يدري بي أنا أول ما نزلت الدار هاي دميت الغار خايف علي وين شواجر مالك اي والله وين شواجر والله شواجر واحد ما له شواجر من زمان واحد وشاجر كان يجحف الوالد العمود بيه قالوا اعطي والله ما ادري والله ما ادري انا ما ادري 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 ما يعني ما اعرف انا شنو وظيفه ميليشيا نجباء على تفتيش البدو الرحل، وهناك حرس حدود تابعين الى وزاره الدفاع المفروض هاي تكون يعني مهمتهم. زين بدو رحل معروف يعني حتى قانون دولي البدو الرحل ايش عنده؟ عنده خيمه وشايل له ويا بندقيه وياها شاجور، شاجورين اخذوهن واخذوا هوياتهم، هناك حديث أنه أخذوا بعض ممتلكاتهم. وتعال راجعنا إلى المقر، يعني لا البدو خلصانين منكم ولا الحضر خلصانين منكم ولا الفقير، مثل ما راح نشوف بالفاصل الوسط كيف اليوم أنه هناك كذلك حملة لإزالة يعني تجاوز في محافظة كربلاء. يعني حضر تجوال والدنيا مبهذلة، زين أنت لا تقول له أقعد بالبيت ويجي يهدم بيته عليه. هسه راح نشوف المقطع من ناخذ فاصل الوسط. فاللي شفناه من هذه المقاطع اللي انتشرت اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان هذه الميليشيا قامت بهذه الحمله، حمله تفتيش، ما اعرف ايش ذكرهم بذولا البدو الرحل. يبدو انه يعني ما بقوا بس ذولا حتى يقومون ب يعني اخذ منهم اتاوات او رشاوى. واضح الامر، يعني مو مهمتك انت، انت مو مهمتك، يعني مهمتك ما تنحصر بهذا المجال. هناك قوات حرس حدود إذا أكو شيء عليهم فهم متواجدين تابعين لوزارة الدفاع. فالشغلة ما أعرف يعني الظاهر الشغلة وراها يريد يفتحوا لهم باب رزق جديد الجماعة، مثل ما فاتحيها على المنافذ الحدودية والسيطرات وغيرها، فراحوا على هالمساكين البدو الرحل. وشفنا هاي المرأة شلون تسولف وتحكي واقفة بنصهم تقول لهم والله احنا ما عندنا شيء، وناس بدو يوم بهاي المنطقة يوم منطقة ثانية، وهاي العراق المسكين ما مخلص بكل مكان وكل وقت في ظل حكم هذه الميليشيات. معنا أم منتظر من الحلة، تفضلي أم منتظر. أين تفضلي؟ أني من الحلة. يا هلا. نعم. وابن اخوي كتب، ابن اخوي كتب، قالوا لي حواله قشمر اخر، جابوا شهود جديد بصديق، حطوا ابوه حطوا عمامه وحطوا ولد عمه وحطوا اختي حبتوها وحبتوا كل الواجب بسكوت ورشاوي كفيله في الله والعظه، عرفتني؟ وهسه واعي كان هذا بدخول الكتل، وابوه 26 سنه
أكرم 20 سنة لا يزود دعوة عليه، زوده بعد 6 سنين. نعم. من اللي قتله أم منتظر؟ من اللي قتله؟ ابن أخوي قتل خاله، لأن هو أخته قتل خاله ورده وساب وأمه ضربه وأبوه ضربه وأخوتي وولد أخوتي ورجع هذا ولد هذا ضربها. يا ترى صوته وصوته امام ولد عمي رجع الطفل عليه صارت مشكله. ايه القتله واحد لو كم واحد قتله؟ واحد قتله. شوف إيه. وكم واحد حكموا؟ حكموا ستة. حكموا ستة. ستة حكموا على واحد مقتول، واحد القتل حكموا اعدام. ايه القصد القصد ماشي. مشتركين هم بالجريمه لو ما مشتركين؟ لا والله قالوا هذا إيه. سلاح ابنكم وشرد ابوه وعمامه وولد عمه ولولا يكرهك الحادث صار. قالوا النسوان بذلت الحكومه الشرطه لعبت بينا اللعب الواد صوات اصوات وما خلت بينا الحكومه الضاد. نعم. اللي هو هذا الكتال اعدام وابوه 26 سنه ميدو اول مره حكم مؤبد وزودوا عليه الشهود انهم كهدوا جابوا بفلوس فلوس جابوا والله بفلوس الشهود وحقوه وشهدوا عليهم خلوا زودوا 6 سنين ورجعوا النوب حقوا اخوي وولد اخوتي النوب الثاني كل واحد 10 سنين واعدام و10 سنين واعدام اربعه. نعم. عائلة المقتول شنو تابعين الحزب؟ عائلة المقتول فلوس وزناجين احنا لا حول ولا قوة لا رجال عندنا ولا أبد كل شيء ماكو خوف الله على انت وغيرك تطول عيشة كفيلك الله والعبد عرفتني؟ اختي حدوها اخوتي المطوبين اللي ضربوهم اول مرة لاول مرة ضربوهم انه خلصوهم تبكي ويا اختي وشتوا نسلق. هاي شو وقت الحادثة صارت؟ هاي صار لنا قضينا بسنة الثالثة، كم سنين صار لنا وما خلينا لا سادة ويا شيوخ ويا دنيا ويا عالم ويا نعم. وهم كانوا ولد كلها بالاعدام. زين ام منتظر. نعم. والله يعينك ام منتظر. منتظر حتى افتهم الله يعينك بس حتى نفتهم الموضوع المقتول مو اقربائكم؟ اي اقربائنا ما قبلوا ها ما يعني ما قبلوا يفصلوها وكذا؟ لا ما تعالي الدنيا العالم قالت المقرر كتاب هذا واحد تطير والله كذب طاقه الضرب وشرايا النوم ضل الله حتى لحق الشارع يجون يهددون الشارع حتى الجهود اللي كانت علينا كبيره كالحرب. الله يعينكم الله يعينكم ونسال الله نسال الله ان يفرج عن الابرياء عن الابرياء احنا دائما ناكد انه الله سبحانه وتعالى يفرج عن الابرياء. الله يعينك ام منتظر الله يعينك والله يفرج عن الابرياء ام منتظر من الحلة. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. عم يصير إيرانيين يعبرون العراق واقف الله ما يرضى الناس عالم يا قيادة عمليات الكود احنا الوردة في مصباح وفي اصباح ايرانيين يطبون واحنا هاك ما احنا واقفين نداء الى قيادة عمليات الكوت زين مدخل الصويرة حضر تجوال يعني فوق الحضر هذا مال التجوال ناس مرضى ناس صاحبين عوائل ناس جاي تاكلها خبزه
قام يفلشون ببيوتهم وفلشوا غراضه قاعد على باب الله وهاي غراضه فلشوها ببيته قاعد وفلشوا غراضه ليش يا ظالمين النفس شوف شوف النسوان شوف النسوان تلم بغراضه شوف النسوان تلم بالغراض الله قبيلكم وين هالحكومه لعد باع باع الشفل باع الشفل باع الشفل شوف الشفل شوف الشفل شوف الشفل شوف 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 فلش 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 الله قبيلك الله لا يوفقك الله يفلش عمرك إن شاء الله. أهلا بكم من جديد. مثل ما تحدثنا قبل قليل قلنا على موضوع إزالة دور المبنية على مناطق التجاوز في محافظة كربلاء، هذا هو المقطع. يعني الناس بيا حال، هسه الناس عندها فيروس كورونا والحكومة مسوي حظر تجوال والناس قاعدة ببيوتها. على الأقل على الأقل خلي تعدي هاي الأزمة، خلي تعدي هاي الأزمة وبعدين حلوا هذا الموضوع. يعني أنتوا حيتان الفساد والسرقات هاي بمئات المليارات ما تقدرون تقربون عليها ولا تقدرون تقربون على القتلة اللي قتلوا المتظاهرين وغير المتظاهرين واللي وهناك آلاف المظلومين في السجون وجايين على ذول المساكين هسه تطبقون القانون. خلي تعدي هاي الأزمة على الأقل إذا أكو، طبعا إحنا نتكلم إذا أكو دولة وقانون، خلي تعدي هاي الأزمة وبعدين أنت زيل هذا التجاوز بدل ما أنت تسوي حل جذري لهذا الموضوع. إذا بالفعل هو ما عنده بيت ما عنده قطعة أرض تنظم وترتب هذه المنطقة وتمنحها قطعة أرض بما أنه هو باني بيها أو تطيب غير مكان حتى يعني يصير مخطط المدينة ما بأي مشكلة، مو تجي بهذا الوقت تشيل الناس وانت تقول حظر تجوال وأقعدوا بالبيوت. معنا أبو مصطفى من بغداد، تفضل أبو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخوي أنا يعني عندنا ناس معتقلين. نعم. يعني صار لهم تقريبا 8 سنوات وحكمهم هيك ظلم. نعم. ماكو ناس يعني هم إرهابية وخذوهم وردوا طلعوا. نعم. يعني هاي الناس الفقرة اللي بالسجون اللي نايمة صار لها 10 سنوات و 15 سنة، هذا شنو ذنبه هو ما مسوي شيء؟ نعم. يعني ما يصير يعني انطي عفو عام، يعني اللي عنده شيء عدمه وخليه يروح وياخذ جزاء، بس اللي ما عنده شيء عفو عنه وطلعه. يعني ما يصير الحكي هذا يا اخوي، والله العظيم العالم ملت الراحه ملت الراحه. يعني هذا حضر تجوال ومن العالم يعني يعني كاتلها الجوع وكاتلها الضيم، ما يصير الحكي هذا. نعم. يعني احنا الى متى هيك نبقى؟ العالم تطورت يا دول، الدول وين وصلت؟ يعني شنو احنا ذنبنا العراقيين؟ يعني شنو اللي سوينا؟ نعم. نعم ابو مصطفى. ابو مصطفى من بغداد كان معنا. صقر من الموصل، تفضل صقر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياك لقناتكم الشريفه البطله. حياك الله يا اهلا بك. وحي جهودك كادر. يا أهلا بيك. تفضل عيني. تحياتي. حياك الله. اسمعني مباشرة نص التلفزيون للأخير. صقر. نعم حبيبي. نص التلفزيون للأخير. تحياتي. حياك الله. يا أهلا بيك. تفضل. أخي العزيز. نعم. والله ما نسترجم لهاي الحكومات. من هاي الحكومة ما نسترجي خير. لأن هي تطارد بس على الفقراء. نعم. وإن شاء الله هذه الحكومة نهايتها قريبة بحول الله تعالى. ولا نعول عليها. لا مساعدات ولا والله الفقراء كلها قاعدة بالبيت. لا أكل ولا شرب. وتعرف انت هاي الظروف القاسيه هم حصروا الناس بالبيوت. نعم. انقطع اتصال مع الصقر من الموصل. ابو ضياء من الموصل كذلك، تفضل ابو ضياء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف شلونك استاذ عمر؟ حياك الله يا اهلا بك. استاذ عمر
خصوصا حلقتكم اليوم اللي هي اللي سمعتها أنا، لكن كل اللي عندنا حاليا نريد نعرف شغله واحده. هسه احنا نداعب منه، نطالب منه، نطالب الزرفي لو نطالب الكاظمي هسه الموجود، نريد نثبت على مسؤول حتى نقدر نداعب حقوقنا، نقدر نداعب امورنا. يعني الله وكيلك هسه لا نقدر نطلع نداعب احد، نطلع برا يقتلونا، نظل ببيوتنا يسكننا القهر. يعني الى متى نبقى ساكتين؟ الى متى نبقى هيك؟ يعني نريد لنا مسؤول براسه خير، ابن حموله يسمع هالناس المظلومه، يسمع شو نريد شنو ما نريد، يعني لاخر درجه انتهينا. زين، وهذا شغله العفو يعني ما ظل واحد ما طلبناه، مو انتم قناتكم الوحيده اللي دا تطالبون حقوقنا ودا تطلعون صوتنا، لكن على مود قناتكم يعني اللي ترفع صوتنا اكو مستجيب لها، ولا حد يقبل. يعني بس قناتكم انتم الوحيده اللي احنا دا نحاول بلكت عن طريق قناتكم نقدر نوصل لاحد المسؤولين. نعم. يعني الى متى نقعد؟ الى متى؟ يعني من هنا ملاحقيننا بالمظاهرات ورانا طايرين، ملاحقيننا على رزقنا، ملاحقيننا على امورنا. وهاي المعتقلين اللي هسه انا داينفون انه امراض ماكو، يوميه واحد ميت بالسجن، واحنا ولدنا كلها بالسجون هسه حتى الان اللي هم ما نعرف شنو مصيرهم. يعني ما نعرف نطلع مصرف لنفسنا احنا النا لو نبذلهم المصرف للسجون يعيشون بيها. يعني الى متى نبتهيش؟ الى متى يا المسؤولين؟ الى متى يا الحكومه؟ يعني بس لتكون صوره حل، لتكون صوره حل. يعني بس بسبب المصدر هذا المخبر السري راحت اولادنا بلاش. يعني ما حد يعرف شنو تهمتهم، بشنو رايحين وعليش. يعني ناشد منه، نريد نعرف منه هسه. احنا لحد الان انا تايخ، ما اعرف هسه احنا اللي صار الرئيس الجمهوري رئيس العراق من هو ما اعرف. يوميا واحد ها؟ مش اقول لك يوميا منزلين منشور وصوره رئيس جديد. يعني هسه نريد لنا رئيس ثابت حتى واحد يقدر يطالبه، نطالب ذاك يجينا هذا، نطالب هذا يجينا غيره. يعني شنو العراق هذا؟ شنو المهزله هذه؟ نعم الله يعين، الله يعين. تحية لكم، وأنا قلت لك أخي من المتميزين الأوائل اللي هو تخرج وماكو ورا هالشهر اللي اعتقلوه أحمد المهندس. زين، اللي هو تخرج هندسة يعني بعد ما راح للجامعة، للجامعة بعد ما راح. زين، هسه ما نعرف مصيره شنو، وشنو الحكم اللي هو صادر عليه، أي تهمة ما عليه. رحنا تابعنا القانونية وتابعنا المحامين، يقولون يا ابو هذا الدفتر ماله ماكو لا شاهد، لا عنده جريمه ينتج بشيء، محطينه باربع ارهاب. نعم. يعني هسه يعني رحت على المحامي، من تقول له قضيه ارهاب يقول لك اعذرني اطلع برا. يعني داعي منه بس بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. وهذا العفو الخاص اللي يعني حتى ما يشمل 10% من هذا الابرياء المجنونه، 10% ما يشمل. نعم. هو مثل سابقاته، يعني واضح الأمر، مثل العفو السابق يطلعون جماعتهم. جماعتهم نعم، هو هذا بالعفو الخاص للمحامين. جماعتهم طبعا أغلبيتهم هم جماعتهم بالخارج، جزء محكوم حكم غيابي فقط. أستاذي أنا خابرت محامي على موت قضية الولدنا، يقول لي دفترين، تنطينا مقدمة نص دفتر والباقيات مش قد ما اريد من عندك اخذ واشمله بالعفو الخاص. زين، يعني فهمني بهاي الشغله شلون يعني شلون راح ندبرها احنا؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني شلون يعني هو اربع ارهاب يشملوا بدفترين يشملوا بالعفو الخاص؟ نعم. نسأل الله أن يفرج عن كل بريء. أخي أبو ضياء من الموصل كان معنا اتصال. محمد من السعودية، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير أخوي عمر والأخوان القائمين على قناة الرافدين. مساك الله بالنور. بالنسبة يا أخي الموضوع العراق، حنا كلنا متفقين ما في حكومة ولا في دولة، ميليشيات وعصابات يعني أنا أقول زي الإيرانيين الموبوئين، المجوس اللي يدخلون الموبوئين اللي يلحسون الأضرحة، أنا أقول حطوا مقاومة وذبحوهم، قعدوا لهم وذبحوهم.
والسجون مدام يعني ما فيه لا حكومة ولا يعني عايشين على أيام القبائل القديمة اللي تحاربون على الموية وذا، ما في حكومة، حطوا مقاومة واقتلوا واقتحموا السجون وطلعوا عيالكم وإن شاء الله تنتهي. والمجوس أي واحد يدخل موضوع اذبحوه، أنتوا ناس مسلحين عندكم أسلحة خفيفة ومتوسطة. العشائر، عشائر العربية بني تميم وشمر، ما هم بس هالعراق ترى، حتى في الجزيرة العربية يشرهون عليهم بني عمهم هنا، ترى ينتظرون منهم فعل. ويعطيكم العافية أخوي. محمد من السعودية كان معنا. أم أنس من الموصل، تفضل يا أم أنس. أم أنس تسمعيني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة عليكم. الله أهلا وسهلا بك أخويا. أنا هاي من التحرير، ابني راح لا كل شيء ما أعرف عنه. نعم. هاي صار له 3 سنوات والله لا رايح لا جي، ظلم الظلم يعني بالتالي كافي، بزعنا ملينا نريد ولدنا. نعم. تعرفين بي وين لو مفقود؟ والله ما أعرف كل شيء عنه، الله يشهد هاي صار 3 سنوات كل شيء ما أعرف عنه. نعم. راجعتي سجون، راجعتي مراكز الشرطة، مستشفيات، محاكم؟ انطيت اسمه اللي وصلي، ماكو أبد خبر ما جاني منه. لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه والله العظيم ظلم الظلم، لو رايح لو جاي الله يشهد ما قهر عليه. إيش قد عمره؟ رايح لا جاي. ها؟ إيش قد عمره؟ مواليد 94. 94. نعم. إيه والله. الله يعينك. الله يعينك وما نس. أخوي لنا ربي ما ينسان، وهاي الحكومة ما تعترف علينا. سوولنا حال، سوولنا نريد ولدنا، كافي ظلوم، كافي ظلوم، هاي السجونات مليانة كلها أبرياء. كافي والله ملينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أم أنس من الموصل وقصة مأساة أخرى. أنا أشكرك أم أنس من الموصل كانت معنا. خلونا نقرأ رسائل واتساب، وأرجو من الأخوة اللي يرسل رسالة مقطع فيديو لا يرسلها هنا، اللي يريد يدز صورة ليدز. أخي العزيز، أخت العزيزة، أرسل رسالة قصيرة مكونة من سطر سطرا حتى نقدر نقرأها. مرحبا، أنا ذرغام اللامي من المحمودية، يقول نسأل الله العلي القدير أن يحفظ جميع العراقيين من فيروس كورونا الخطير، وأن يحفظكم، وتحياتي لقناة الرافدين. يقول نطالب بالعفو العام والإفراج عن المعتقلين الأبرياء، ونسأل الله أن يحفظهم من فيروس كورونا، ونريد نعرف إيش وقت العفو العام، والله طقت روحنا كما يقول. رسالة أخرى يقول السلام عليكم أستاذ، أنا أبو علي من ديالة، نطالب بالعفو العام، والله صار 3 أشهر ما شايف ابني، والله ملانا، ما يخافون على ولدنا يصير بيهم مرض. يقول ويتساءل. رسالة أخرى يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول تحية طيبة لقناة الرافدين، إن شاء الله عفو من الله قريب. يقول اللي ينزل الفيروس ينزل عفو غصبا عن الحكومة، أبشروا. نعم. رسالة أخرى يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا رسمي حمالي خضير، تقول عندي 3 أولاد، 1 مسجون بالناصرية معكم 20 سنة، و2 بالتاجي، و1 محمد إسماعيل هم معكم 20 سنة، و2 خالد إسماعيل بالتوقيف، وناشدكم توصلون صوتي وأطالب بالعفو العام. رسالة من الموصل يقول السلام عليكم أخي، أرجوكم، أنا من الموصل، أرجوكم أولادنا بالتسفيرات كلها ظلم من وراء المخبر السري، أرجوكم وصلوا صوتنا ونطالب بالعفو العام. معنا اتصال محمد من الموصل، تفضل محمد. انقطع اتصال مع محمد من الموصل. شوف الأخوة مصرين على إرسال مقاطع فيديو والصور. نعم. رسالة الموصل يقول أرجو، وهو صقر، يقول أرجو ونطالب بالعفو العام، وأشكر قناة الرافدين.
رسالة من عبد الله من السعودية يقول أتمنى لكم وللشعب العراقي الشقيق دوام الصحة والعافية والسلامة من كل سوء، أن يعينكم على ما تمرون به من ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة. يقول يبلغكم شهر رمضان وأنتم في خير وأمن وأمان، تحية طيبة حياك الله. نعم. السلام عليكم، أني أم أحمد من البصرة. يعني شنو هاي الحكومة؟ ولدنا ألا ولدنا يموتون يلا يطلعوهم. تقول كافي ظلم، ملينا صار شهرين ما شايفيهم، أريد نشوفهم. طبعا الاتصال على الواتساب، نعتذر من استقبال الاتصالات على الواتساب، هناك أرقام أخرى ممكن تتصل عليها عزيز المشاهد. يقول السلام عليكم، يقول بالله عليكم هاي الحكومة من انطوا ممنوع تجوال وقعدوا الناس، البديل شنو يعطون 30,000 كل شهر؟ شنو يعني كل يوم 1,000 دينار؟ يتساءل على أساس الحكومة. أكو بيان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صادر من الحكومة بأنه راح تعطي 30,000 دينار للفرد للمحتاجين فقط، يعني 1,000 دينار باليوم. شوف هاي منو راح يستلمها، وراح تدخل بها ملفات فساد، وعلى أساس أنه لعشرة ملايين شخص في العراق. يعني بالفعل يعني 1,000 دينار باليوم شو يسوي بها الإنسان إذا صدق وزعوها؟ معنا اتصال أبو علي من الموصل، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عشانك سعد عمر. يا هلا بيك، أهلا وسهلا بيك. يعني احنا نناشد الحكومة، ولو هي احنا ناشدناها عدة مرات، لا مرة ولا مرتين. نعم. ألو. معك، أسمعك. أسمعك أبو علي. ناشدنا الحكومة عدة مرات، بس لحد الآن ما شفنا أي يعني ما بقروا أي شيء من قبل الحكومة بالنسبة للسجناء. نعم. إيه. زين، فإحنا لما نطالب الحكومة، يعني الحكومة ما دا تفكر بهذا الشيء ولا دا تفكر بشعبها. زين. نعم. دا تفكر الحكومة، دا تفكر بمصالحها الشخصية زين، وفقط ما يتفكرون بالشعب. الشعب يموت، يموت جوع، يموت عطش، يموت بالسجون، ما يهمهم هذا الشيء. نعم. فنطالب الحكومة بالإسراع بإطلاق العفو العام للمساجين، هذول الناس الأبرياء اللي داخل السجون، أبرياء كثيرة، الآلاف من الأبرياء داخل السجون ومن جميع محافظة العراق، مو أقول لك من محافظة الموصل فقط. نعم. فأخي احنا ناشد الحكومة بالإسراع إطلاق العفو العام للسجناء، وإلا يعني إذا ما يمشون بهذا الشيء فهذا باشر، بعد باشر خلي يفكرون بمصيرهم هم، بعدين الشعب ما يرحم. نعم. الله يعين. زين، وهش ويقول لك أنطي النفر للعوائل اللي مضررة من قبل منع التجوال. عمي وين الفيروس؟ ما في فيروس، هم فيروس. نعم. أبو علي من الموصل. هم الفيروس، هم الحرامية، هم الكل بالكل. أبو علي من الموصل كان معنا، شكرا لك. رسالة يقول السلام عليكم أخي العزيز، يقول أنا عندي أخوي تم اعتقاله من أحداث داعش بسبب عداوات شخصية. يقول هسه هو بسجن الحوت محكوم إعدام. يقول هو ضم 2 من جنود سبايكر، واحد من أهالي بغداد منطقة الشعلة والثاني من أهالي البصرة. يقول شلون هو داعشي وهزم المنتسبين اللي بسبايكر؟ يقول أين العدالة وأين القانون يا ناس؟ يقول الله وكيلكم، أكو ناس أبرياء
بالسجون يقول الله أكبر على الظلام، وهساني وعائلتي مشردين وما يرجعون على منطقتنا، ويقول عندنا تزكية من الشيوخ ووجهاء العشائر، الله يعينكم. نعم، رسالة على السابق. والسلام عليكم، تحياتي لقناتكم. يقول أطالب بالعفو العام عن السجناء، يقول باسم شيوخ ذي قار، عنهم الشيخ فرحان ثامر كما قال. شاهد من أربيل تقول السلام عليكم، تحياتي لكم وإلى قناتكم الشريفة. يقول من خلال قناتكم نطالب بالعفو العام. تقول عندي 4 أخوان معتقلين، الله وكيلكم، بقينا بس النسوان، حسبي الله ونعم الوكيل، تقول على كل ظالم. نعم، ضرغام اللامي قرأنا رسالته من المحمودية. نعم، رسالة أخرى الأخوة، إحنا نتبع الرسائل بس هناك من يرسل بصمة صوت. رسالة، السلام عليكم، يقول أرجو أن لا تحذفوا شعارنا، شعار ثورة تشرين، من شاشتكم الوطنية، لأن كل ما نشاهد شعارنا بشاشتكم الوطنية الوفية يزيدنا عزم وإرادة، فلا تنسونا. أخوكم من البصرة. إن شاء الله أخي يبقى هذا شعار ثورة تشرين، وإن شاء الله ترجعون إلى الساحات بعد ما الله سبحانه وتعالى يرفع هذا الوباء عن العراق وعن جميع البشرية. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.